الحمد لله رب المشارق والمغارب، نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر التائب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج لوجه الله. من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حياته كانت نموذجا عمليا للصبر على البلاء وتحمل الشدائد، فصبر على ما لقي من قومه من ألوان الأذى، وقذف بالحجارة حتى أسالوا دمه الشريف، ورغم ذلك تمنى لهم الهداية. ومن روائع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبر على الأذى فيما يتعلق بحق نفسه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الجبال عندما آذاه أهل الطائف، يقول له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والأخشبان جبل أبي قبيس وجبل قعكعان، جبلان شهيران بمكة المكرمة، ولو شاء أن ينتقم منهم لدعا ربه أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكنه صبر عليهم حتى آمنوا أنه نبي الله. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي. أهلا بفضلتكم. أهلا بكم ومرحبا يا أستاذ. عنوان مقدمة حلقة اليوم: حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نموذجا للصبر على البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أمر الله تبارك وتعالى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، أي أن يتحول من السر إلى العلن، بعدما كانت المرحلة الأولى من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سرا، ومكثت قرابة 3 سنوات. دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله عز وجل سرا، فلما أمره ربه سبحانه وتعالى بالجهر بالدعوة، كأن شيئا وقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حياءه من ربه منعه أن يصرح به، وكان هذا الشيء هو: كيف أواجه قومي وأهلي، وكيف سيقابلون دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف السبيل إلى الصبر على الابتلاءات والمحن التي سيعيشها ويواجهها النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. عليه الصلاة والسلام. فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. فاطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الله عز وجل، ومن هذا التاريخ بدأت رحلة ومواجهة جديدة بين رسول الله الذي كان يناديه قومه بالصادق الأمين، مع قومه هؤلاء الذين حاربوه وعاندوه وآذوه ووصفوه بأنه شاعر أو كاذب أو كاهن، وما يأتي به ما هو إلا أساطير الأولين. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتنوعت وسائل الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها ما هو إيذاء معنوي كالسب أو الأوصاف التي لا تليق به، أو ما هو إيذاء بدني كمحاولة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض لشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان من أشد أنواع الإيذاء تلك التهمة التي رمى بها
أهل النفاق وأهل الشرك رموا بها الشريفة العفيفة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حادثة الإفك. وتلك التهمة لو تعلمون يا إخوة إنها لأمر عظيم، فكيف لرجل أن يسمح أو أن يقبل أن أو حتى يعيش حالة أن يتكلم الناس عن زوجه وأهل بيته؟ دي كانت أصعب محنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى فيها قرآنا. الشاهد يا إخواننا الكرام، في كل جولات النبي صلى الله عليه وسلم سنجد محن وشدائد تعرض لها أكثر مما يتعرض لها الواحد منا الآن، ومع ذلك كان منه الصبر والجلد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلمنا أن الإنسان مهما زاد بلاؤه وتوكل على الله سبحانه وتعالى فالله معينه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فاللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين نسألك أن تخفف البلاء عنا، وأن تلطف فأن يكون معه اللطف، ونسألك أن تعيننا بالصبر الجميل على ما قضيته علينا يا رب العالمين. بارك الله فيكم. اللهم أمين. وجزاكم كل خير فضيلة الشيخ. يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت أي الأيام أشد بلاء عليك، هل كان هناك يوم كيوم أحد؟ فقال: بل نعم، هناك يوم كيوم أحد، بل هو أشد، وهو يوم الطائف الذي جاء في المقدمة ونزل له ملك الجبال. يعني يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقت عليهم الأخشبين. ولكن كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل قريش. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.